الروح القدس إله واحد آمين. تفسير سفر المزامير لابونا أنطونيوس فكري. المزمور الثامن هو مزمور تسبيح لله على كل أعماله التي تنطق بمجده، ويلخص داود أعمال الله في واحد: مجد الله ظاهر في السماوات فهي عمل يديه، القمر والنجوم وكل ما فوقنا. 2 التسبيح الذي يخرج من فم الأطفال، فالطفل بصعوبة يتكلم ولكنه بسهولة يسبح الله ويحبه. 3 الله الديان بعدل، يظهر في دينونته قداسته، وفي دينونته يسكت العدو والمنتقم. 4 خلقة الله للإنسان، وكون الإنسان ينقص قليلا عن الملائكة، وأن الله يعطي سلطانا للإنسان. 5 قد ينشأ داخل الإنسان شعور بتفاهته وأنه لا يساوي شيء، ولكننا نرى الجانب الآخر ليكون مفهوم التواضع صحيحا، أن الله يحب الإنسان وأعطاه سلطانا من أجله تجسد وافتدى الإنسان. إذن فالإنسان مهم جدا عند الله، وأن الله أعد مجدا للإنسان. وهذا المزمور الذي يتحدث عن مجد الله، عن خلقته للطبيعة وللإنسان، يتحدث أيضا عن عمل المسيح ليعيد المجد للإنسان بعد أن فقده بخطيته. فنرى في هذا المزمور محبة الله للإنسان وعنايته به، والمجد الذي أعده لنا، وشركة الحياة الأبدية مع الرب يسوع. على الجتية، ربما هي آلة موسيقية أو لحن موسيقي مشهور في جت، وجت هي مدينة فلسطينية، وكان لداود علاقة وثيقة بها، وكان حرسه الخاص من جت. وفي العبرية كلمة جت تعني معصرة، ولذلك ترجمتها السبعينية على المعاصر. ولنقارن مع عنوان المزمور التاسع على موت الابن لنرى الارتباط، فالابن يسوع حينما داس المعصرة وحده بصليبه. آية 1 أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. أمجد اسمك فاسمه يدعى عجيبا، باسم يسوع الناصر قم وامشي. تدريب الالتزام بصلاة يسوع: يا ربي يسوع ارحمني أنا الخاطئ. جعلت جلالك فوق السماوات، فالملائكة في السماوات عملها تسبيح الله، والنفس التي تسبح الله تكون في السماوات وتشترك مع الملائكة في تسبيحها. ومجد الله أعلى من مجد كل السمائيين، والسمائيين يعرفون قدر الله ويمجدونه. وفي السبعينية جاءت هكذا: لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات. وقوله السماوات تشمل كل المخلوقات السماوية. الآية 2 من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب الضادة، لتسكيت عدو ومنتقم. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، الأطفال هم المولودين جديدا في المعمودية وبالتوبة، هم من عادوا من خطيتهم بتوبتهم، ليشبهوا الأطفال في بساطتهم وطهارتهم. والرضع هم من يرضعون تعليم الكتاب المقدس. بسبب الضادكة لتسكيت عدو ومنتقم، اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخزى الأقوياء. فهؤلاء الأطفال الروحيين يهزمون جبابرة العالم. آية 3 إذا أرى سماواتك عمل أصابع، القمر والنجوم التي كونتها. القمر يشير للكنيسة، والنجوم يشيرون للقديسين. ما جعلهم نورا هكذا هو عمل الروح القدس. الآية 4 فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ الإنسان عزيز جدا في عيني الله. وهنا المرتل يتعجب لهذه المحبة التي بسببها افتقدنا الله بفدائه. الآية 5 وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. هي عن المسيح الذي بتجسده صار أنقص قليلا عن الملائكة، لأنه أخذ جسدنا ومات ثم تمجد في قيامته. والإنسان بوضع عام أقل قليلا من الملائكة بسبب جسده الذي اتخذه المسيح، فشابه الإنسان تماما، وذلك ليعيد للإنسان مجده. بمجد وبهاء تكلله، هذه تقال عن المسيح بعد صعوده، وتقال للإنسان الذي آمن وثبت في المسيح وصار وارثا. الآيات 6-8 تسلطه على أعمال يديه، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. هذا السلطان كان للإنسان قبل سقوطه، ونرى صورة للسلطان الذي عاد للإنسان على الخليقة بعد الفداء في قصة مثل الأنبا برسوم العريان والثعبان. ولاحظ أن الإنسان له سلطان، ولكنه سلطان محدود وليس على كل الخليقة، بل على الحيوانات والطيور والأسماك فقط. الآية 9 أيها الرب سيدنا،
ما أمجد اسمك في كل الأرض. لا يختم المرتل تأملاته في المزمور بسلطان الإنسان، بل بمجد الله، وهو نفس ما قاله في الآية 1، فالمجد في البداية والنهاية هو لله، ومجد الإنسان عطية منه. نصلي هذا المزمور في باكر بعد ما صلينا المزمور السادس، مزمور التوبة. نرى هنا أمجاد التوبة، ونرى المسيح الذي توج بالمجد والكرامة بعد أن قام وصعد للسماوات.